السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. طبعا هذه المحاضرة راح نشرح بيها عن الـ FLs، أو راح نعتبرها إنه الـ Short Hand FLs. يعني شلون؟ يعني فد FLs مختصرة بين قوسين، إنه يعني تكون بشكل مختصر. زين، خلينا نشوف السيكونس مالتها. هنا عندي variable، زين، يعني هنا فد أعرف فد variable، هنا شنو؟ فد كونديشن، يعني شرط بين أقواس، هنا علامة استفهام، وهنا expression، يعني هذا العبارة الصحيحة راح تجي هنا تتنفذ، وهنا العبارة إذا كانت عندي العبارة خاطئة أو هذا كونديشن خاطئ راح يتنفذ لي هذا. زين، خلينا نشوف هذا المثال. مثال عندي example integer 20، هنا عندي result string، يعني هذا فد variable مثل ما جاي يشوفون هنا، فد variable يساوي condition عندي time أزال 18، زين، هنا علامة استفهام good day، وهنا شنو good morning. زين، إذا كانت العبارة صحيحة اللي هي هذه راح ننقل لنا هاي good day يخليها داخل الريزلت، وإذا كانت عبارة خاطئة راح ينقل لنا هذه داخل هذا الريزلت. زين، بالتالي راح يسوي عملية طباعة للريزلت. بس ما نشوف هنا انه هنا التايم عندي 20، هنا سترنج ريزلت بهذا الشكل، خليت لها اخذت بهذا الشكل. زين، يعني كتبت بهذا الشكل نفس المثال بالضبط، وهنا انا سويت عملية طباعة. هسه نجي للتنفيذ. تلاحظ انه جود ايفنينج، ليش جود ايفنينج؟ انه هنا اختار لي، لان عندي هذه العبارة راح تكون تنطيني فولس. ليش؟ لان يعني 20 هذا تي هي 20، 20 أصغر من 18 هذه عبارة خاطئة، فبالتالي راح تنطينا هنا عبارة خاطئة. زين، حتى لو هنا كان انتجر مفروض ريست، فهنا إذا كان عندي فد عبارة لازم شغير أغير النوع مالتي. زين، فهنا مثلا نساوي 30، وهنا مثلا 40 على سبيل المثال. فلما أبدي أشغله، زين، حيطلع لي 40. يعني إذا كان هذا الشرط، شوف بس أنا هذا متغير، أريد أخزن داخله قيمة، فهذا قيمة تتخزن بشرط. يعني أريد 30 إذا كان هذا الشرط صحيح، وأريد 40 إذا كان هذا الشرط خاطئ. فإذا هذا خاطئ شو راح يتخزن؟ راح يتخزن 40، فطبع لي 40. زين، خلينا نسوي هذا 15 هذا الشكل. زين، هسه شو راح يخزن لي؟ يخزن لي 30. ليش؟ لأن هنا العبارة راح تكون صحيحة. فلما نبدي ننفذ شو راح يطلع لي؟ ريزلت 30 مثل ما جاي يشوف قدامك. إذا هذه نقدر نستعملها بهواي أمور. إن شاء الله بالدروس القادمة راح نشرح عن إنه شلون نستعمله وشنو راح نستفاد من عنده. شكرا جزيلا لكم، لحد اللي جاي.